سؤال، نريد معرفة النار التي في الجحيم، في جهنم يعني، يقصد محسوسة أم ملموسة؟ محسوسة وملموسة حاجة واحدة، هو يقصد يعني معنوية ولا حرفية؟ هي لو كانت نار حرفية هتحرق الجسد ويتحول لما فيش، ينتهي. فربما يكون يشعر بالنار دون ان تكون نارا تبيد او تحرق او مدد، جايز كده يعني.